بهالفقرة مشاهدينا رح يكون معنا سارة نصر الله منسقة التواصل بمحمية أرز الشوف لنحكي عن رحلة القمح مهرجان بعدران التراثي الأول. أنا بدي رحب فيك معنا سارة. صباح الخير. صباح الخير تمارا، كيفك؟ أنا منيحة، أهلا وسهلا فيك معنا، دايما ضيوفنا الدايمين محمية أرز الشوف. ثانك يو لكم على طول اللي بتعطونا المجال نكون عم نخبر عن نشاط المحمية بشرفنا عبر الإذاعة عنكم. بشرفنا. بداية سارة رح نحكي عن رحلة القمح اللي هو مهرجان بعدران التراثي الأول، خبرينا أكثر عن هذا المهرجان. هذا النشاط هو بأربع أيلول رح يصير ببلدة بعدران بالشوف. مثل ما قلتي هو أول سنة نحن نطلق هذا المهرجان، هو من تنظيم لجنة بعدران للتراث الشعبي، محمية أرض الشوف وبلدية بعدران. نهارنا حيكون طويل، حنبلش من الساعة 11 صباحا ننتهي الساعة 10:30 مساء. رح يتخللوا كثير أشياء، واي نشاط بيكون معنا بمحمية ارض الشوف في تركيز كبير بيكون على الطبيعه، فحيكون عندنا ببلش نشاطنا الساعه 11 بنشاط مشي على درب بعدران للتراث. للتراث حنكون عم نتعرف على تاريخ هذه الضيعه، على المعالم اللي موجوده فيها، ورح يكون في محطات غير لللاند ماركس الموجودين ببعدران للنول، النول اللي بيصنعوا منه العبا. حنكون عم نتعرف على المهن القديمه اللي موجودين ببعدران. مثل ما قلت لك النهار رح يكون طويل، حيكون في سوق وحيكون في موسيقى واشغال يدويه، واغلب الاشياء اللي حتكون موجوده حتكون عم تتمحور حول القمح. يعني حيكون في سوق في ساج موجود فيه، في القلبه، في الهريسه، في الباستا اللبنانيه اللي بتنعمل لوكالي بلبنان. حنكون عم ندور على هود الحرف اذا بدك، او هول التقاليد الموجوده عنا اللي بيكونوا عم بيركزوا على القمح، وحيكون موجود بساحه البائع المورج اللي كانوا يستعملوه جدودنا قديما ليدرسوا القمح. فهنفتح المجال قدام العالم يكونوا عم يركبوا على هذا النورج، اولاد كبار وصغار، لنكون عم يعرفوا كيف كانوا قديما يندرس القمح، وكيف كانوا اللي كان قديما البغل يكون عم بجر هذا المورج. فالسنه رح نفتح مجال للكبار يكونوا والصغار يركبوا على هذا المورج يتعرفوا جدودنا كيف كانوا عايشين. نعم، يعني مثل ما بنعرف ساره بعدران غنية بتراثها بتاريخها بتبعتها، مثل ما ذكرت يعني ما فينا إلا لما نقول بعدران إلا ما نذكر النول، حرفة النول أكيد الحرفة القديمة هيدي بالضيعة. وهلأ كمان أنتوا عم تعملوا هالمهرجان إذا فينا نقول كباكج كامل يتعرفوا العالم على بعدران ويبرموا يشوفوا كل هالمعالم اللي فيها. أنا بدي أسألك شو هي أهمية هيدا النشاط، شو بتعود بالفايدة على المنطقة وعلى المناطق الجوار؟ اكيد هلا انت بتعرفي تمارا نحن بمحميه ارض الشوف بنشتغل ايد وحده مع البلديات، فنكون عم نضوي على كل ضيعه بشوف بشو بتنفذ. ومثل ما بتعرفي كمان نحن اطلقنا كتيبات السياحه البيئيه، صار عندنا 10 كتب ومن ضمنهم كتيب بعدران اللي بيضوي على هذا المعالم. نحن بهمنا نعرف اللبنانيه والغربيه اللي جينا على لبنان عن شو بيميز كل ضيعه. فبيجي هذا الكتاب ليدوي على المعالم الموجوده، على مقدمي الخدمات اللي موجوده. وبتعرفي بس يكون في عندنا هيك نشاطات بيكون في سوق، وهذا السوق بيفتح مجال للعارضين من ارض منطقه الشوف يكونوا عم بيعرضوا وعم بيفرجوا وجه الشوف بطريقتهم الخاصه. وكمان نحن كمحميه ارض الشوف نحن بنشتغل مع المزارعين، يعني نحن عم ننمي قدراتهم على الزراعه المستدامه، فهذا السوق بيجي ليكمل هي السلسله. يعني انا دربت المزارع فتحت له هذا السوق واجا عرض عندي بالسوق، فعم نفرجي وجه الشوف الحلو من كل الميلات، من التراث، من الزراعة، من الأكل، من الحرف القديمة، من المشي على دروب الموجودة بقلب محمية أرض الشوف اللي صارت لهم 500 كيلومتر ممتدين بقرى المحمية. فهذا النشاط بدوي على كذا أفتك موجود بقرى محمية أرض الشوف. نعم، يعني مشكورين دايما سارة على النشاطات اللي بتعملون وعلى الشراكه اللي دائما بتصير بين البلديات والمناطق. انا وياكي ما فينا نكون بمداخله الا ما نحكي عن نشاطات المحميه المستقبليه واللي هي دائما عديده، فخبرينا شو هي نشاطاتكم. اكيد، بس قبل ما اخبرك عن نشاط المحميه كنت حابه اقول تمارا انه في نقل حيكون مامن من بيروت لنشاط بعدران. رح يكون الانطلاق من ساحه الشهداء، واذا بقدر مره رقم تليفون ليكونوا عم يتواصلوا معه ليجوا محلاتهم، الرقم 70 4 7 4 8 2 6. نعم،
فحيكون موجود بساحة الشهداء، بيوصلهم على بعدران، بيقضوا نهار حلو معنا، بيرجعوا بينزلون على بيروت. هيك بيكونوا تعرفوا على الشوف، مرقوا بطريق، كلنا بنعرف قد ايه طريق حلو من الدمور لنوصل على بعدران، فبيشوفوا طبيعة شوف الجميلة من شوف لحد الساحل لنوصل للجبل. نعم، يعني النشاط رحلة القمح قبل ما ننتقل للنشاطات المحمية، مهرجان بعدران التراثي الأول رح يكون بأربع أيلول ابتداء من الساعة 11 صباحا، ومثل ما ذكرت سارة النقل مؤمن من ساحة الشهداء إذا كان في عالم بحبوا يطلعوا من بيروت، وأكيد نحن بنشجع وننصح الكل أنه يطلعوا. بالعودة لنشاطات المحمية خبرينا أكثر. النشاطات المحمية السنة كانت حافلة، خاصة بعد ما خلصنا من كورونا. السنة كان عندنا نشاطات كتير ناجحة مثل درب القمر، مثل جبلنا، وهلا نشاط بعدران. بتحسي رجعت الروح للمنطقة. ونشاطاتنا هلا الحالية اللي مكفية لآخر الصيف هي أسواق زراعة مستدامة. حيكون عندنا كل أحد عم يكون عندنا أسواق لزراعة مستدامة بالبروك، بالمعاصر، ببترون، لنفتح مجال مثل ما قلت للمزارعين يكونوا عم بيعرفوا الناس على تراث الشوف بطريقتهم الخاصة. وأهمية هيك أسواق إنه أنت تلغي الوسيط، يعني أنت دغري المزارع أو المنتج عم بيتعاطى دغري مع الزائر اللي عم بيجي على المنطقة. فهي الأسواق رح تمتد تقريبا لأول أكتوبر، عم نكون فاتحين تقريبا كل النهار أحد من الساعة 11 صباحا للساعة 6 مساء. والعالم اللي حابين يطلعوا على الأسواق ويشتروا الخضرة الطيبة الفريش اللي ما فيها أبدا كيميكال، ويشتروا الموية التقليدية، اطلب منهم يتابعوا صفحات محمية أرض الشوف. نعم. ويعرفوا الديت تبع هو الأسواق امتى عم تكون. نعم، أنا بدي أشكرك سارة نصر الله منسقة التواصل بمحمية أرز الشوف، ودائما تحية من القلب لكل إكيب العمل ولكل العاملين ولأهل الشوف كلهم. شكرا لك. Thank you تمارا، ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. مشاهدينا نحن رح نتوقف مع بريك ونرجع.